خطأ طبي فادح. ما نفتحش أنا الطفلة، راه رزانة كاملين في هاد البنية هادي. إلا عنده وليداته غادي يحس، وأكيد غادي يوصلوا هاد الفيديو هذا. السلام عليكم، معكم وفاء بوحميدي، الصديقة ديال بشرى الوالدة ديال المرحومة سجا. كندعيولها بالرحمة، هي ملاك أكيد إن شاء الله، ملاك السماء وترم طيور الجنة. تمنوا البشرى خطنا الصبر، الله يعطيها صبر سيدنا أيوب. وبغينا نشكروا جلالة الملك محمد السادس اللي وقف مع هاد البنية، وقف مع العائلة ديالها صراحة قدما وساق، من نهار الاول حتى يعني بعد ما وقع لها داك الخطا الطبي مشفى جميع وجده. شكروا جلالة الملك، الله يطول في عمره والله ينصره والله يعطي الصبر للبشرى. وشكرا لكاع الخوت والاخوات، وشكرا لكاع المغاربه، لكاع الناس اللي كيسولهم داخل الوطن وخارج الوطن على الحاله ديالها. دايما النهار اللي سمعوا الخبر ديال انها توفات بصراحه كان تضامن كبير. وشكرا لخونا بدر السلطان، ولد المنطقة ديالنا اللي ديما معانا، سي محمد خوه. واش غادي نقولك، نشكرو وجدة كاملين والمغاربة كاملين، خويا هشام مرمز، دار نسيم والذهب. مهم واش غادي نقولكم، واللي نسيتو يسمح لي بسي طريقة خويا. واش غادي نقولك، لا اله الا الله، العجوز اللسان على الوصف. لانه اللي دات منها انها هي في واحد رمضان ديال المشهر العام الاخر، كانت كيجيها واحد الحاله ديال ديكريز، كتمشي كيقولوا لها سي ليبيليبسي، تشخيص المرض ما كان صحيح من الاول. كان واحد الطبيب اللي استاذ نورمالمون قال ليها كاين ان كيست حدا لو غان سنينا باش نحيدوا لها هذا لو غان غوش جو بونس. ابري فتحها، مور ما فتحها سد. هي انا على ما كنعرف زعما كون جيتي ان ديليغي ميديكال افيك دي لابوغاتوار بوندون ساتون، كنعرف باللي ان كونسير زعما اللي كيكون تما هذاك النودول حتى كيتضر مزيان بلا شيميو كيصغر يتقلص، ابخي كندير لو شيرجي. ما كانش عارف ديك ما عرفش ديك لاباتولوجي، هو ما فهملهاش، ماشي مشكل. صيفط الاستاذ اللي قراه، ما نفتحش انا الطفله، راه رزانه كاملين في هذه البنيه هذه. شوف المغرب كامل والناس كاملين مأثرين على هذه البنيه هذه. راه واش غادي نقول لك، زعما الا عنده وليداته غادي يحس، واكيد غادي يوصلوا هذا الفيديو هذا. كان خطا طبي انه لو تريتمون البروتوكول ما مشاش نهار الاول مقاد. المهم كانت بدات في الميتاستاز، صافي تعالجت في المستشفى العسكري تحت رعايه جلاله الملك. موراها واش غادي نقول لك، قرر انه يصيفطها يا لامريكا يا يصيفطها لفرنسا. مشاو لفرنسا تعالجت، كانت زراعه النخاع، زراعه الخلايا الجذعيه. المهم كانت في انستيتو كوري، بزاف اللي غادي يعرفوا راه ستان نوبيتال اللي ما شاء الله فيه دي بروفيسور كفاءه وكفاءه عليا. وكان لصدي ربي حكمتو انه مسكينه ما استجبتش للعلاج، لانه جو بونس كانت لا ميتاستاز صافي انتشر لها. نهار الجمعه داخلين نتفرجوا في المنتخب، هدرنا بليتو نهار الجمعه كانت صداقه، درت واحد مهم واحد لو جيست، حسينا بلي انه الحاله ديالها تدهورات، ما بقاتش ديك الطاقه ديالها. لو ساندي قبل ما ندخلو انا وبادر والاخ ديالو بعد الاصدقاء نشوفوا الماتش، هدرنا معاها، درنا احنا وياها دي فوتو هكا كابتشور. لغدا 16 ساعه من بعد داك المكالمه كتعيطنا الاخت كتقولنا قوموا بالواجب، استجمشات عند الله.
واكيد حنا رحنا خواتات وصحابات، ما جمعتناش غير انستغرام ولا جمعتنا غير، حنا نوقفوا معاها ومازال نوقفوا معاها، وراها اختنا وانا مشيت عندها الرباط، مشيت عندها لفرنسا كذلك، بدر مشى عندها، بزاف ديال الفنانين، بزاف ديال الله واش غادي نقول لك، الله يجازيهم بالخير. حتى انا امو عندي ولد، ويمكن لو كان هذا الشيء هذا صرا لبنتي ولا لولدي، يمكن نظن انه بشرى صبرت انه خطا طبي فادح نورمالمون خصو يتحاسب عليه او يتوقف. il faut pas exercer le métier. كاع ديال هذا المشكل هذا، وراه بشرى صرحتها في اللايف، والمشكل انه حتى لو دوسي ما عطاهش للناس ديال الرباط. المهم اخويا شكرا لكم، والله يرحم المرحومه، والله يصبر امها المرحومه راه ملائكه، الله يصبر بشرى. وهذا الشيء كنقول لكم، كنعزيهم كاملين نيابه عن اصدقائي وكل شيء. شفت في شكرا بزاف اللي زعما اتصلتوا بينا البارح وسولتوا امتى غادي تكون، فين غادي تكون الجنازه، زعما شكرا بزاف سي طارق، ديما دائما كتكون في هذه المواقف صراحه. الا كانت المساعدات الانسانيه ديال الزنزال ما نساوش خيرك وما نساوش الوقفه ديالك، الا كان في شلة حالات صراحه وعندك محتوى نقي صراحه في المنطقه.